بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه القرية وفي هذا الحي كلهم وأولادهم حرجوا في هذا الحي يتمنون أن يبني لهم هذا المسجد، أن يحفر لهم هذا البير، فهذا هو بيرهم، يوجد بها الماء شوية، وهم بهذا الماسة إلى إعادة بناء وإعادة حفر هذا البير. أنقول كده ما شاء الله يوجد الماء، ولكن للأسف هنا يأخذون هذا الماء، فلذلك يتمنون من يؤتيهم ويحفر لهم هذا البير من جديد. فهذا البير معطل لا يشرب منه هذا الماء. نرجو من المتبرئين في كل مكان أن يجدوا لنا البير بدلا هذا البير إن شاء الله، أو يعيدون خفره مرة ثانية. في هذه الجولة هذا اليوم الأحد الذي وافق 15 شهر جماد الأول 1443 الموافق ب 19 من شهر 12 2021. نحن في هذه القرية ومتمنية من الله عز وجل أن يوفقنا بإيجاد البير لهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.